شب حريق كبير بقرية الشريفية بمركز جهينة في سوهاج خلال شهر يونيو الماضي، ما أسفر عن تدمير عشرات المنازل. مؤسسة حياة كريمة تحركت على الفور لإعادة بناء البيوت المتضررة وفرشها بالكامل. شايفين؟ حديد. النار دوبت الحديد. في صبيحة 13 من يونيو 2023 استيقظ أهالي قرية الشريفية مركز جهينة بمحافظة سوهاج على حرائق التهمت 42 منزلا. لم تبقي ولم تذر، وإن كان ما التهمته لم يكن سوى حد الكفاف لتصنع لديهم حالة من الفزع. شب الحريق ما تعرفش جه ازاي. طبعا احنا البيت وصل بيوت، فدي اتاخذ مع الحريق، اخذ مع البيوت بره. فوجئنا بالنار، النار وبعد بقت في كذا اتجاه وصعب السيطرة عليها، ما اقدرش اوصف لك بعد ايه اللي حصل. كابوس لم يدم طويلا، فقد ازالته بسرعة استجابتها مؤسسة حياة كريمة لتبدل احزانهم افراح. شهران ويومان هي المدة القصوى التي تألم فيها أصحاب البيوت ليأتيهم الفرج القريب بإعادة التأهيل لبيوتهم مع هدية لم تكن في الحسبان جعلت الفرحة فرحتين. جاتنا حياة كريمة في نفس الليلة اللي فيها الحريقة الساعة 3 بالليل، فالناس قاموا باللازم وعملوا اللي فيه الخير كله لغاية لما وصلونا للمرحلة اللي انت شايفها فيها دي. كلفوا وقاموا بالواجب وجابوا طوب وسمنت وبيضوا ونور بيتنا وجابوا مية ونور وتعبوا معانا. حسينا ان الدولة وسطينا، مش يعني الدولة يعتبر في كل بيت مصري، ان هي على الوقفة اللي وقفتها وجات وما سابتش الناس من اول يوم لحظة. مؤسسة حياة كريمة من أنجح المؤسسات اللي حصلت في مصر. هنا لا تجد فرقا بين مسؤول ومتضرر، المشاعر واحدة والهدف واحد، حياة كريمة لكل المصريين أينما كانوا. الحمد لله، يعني إحنا النهاردة شايفين المراية اللي من برة، المراية دي نتاج ملحمة كبيرة لمتطوعين مؤسسة حياة كريمة اللي ما كانوش بيفرقوا النجع الشريف هنا لحظة بلحظة لحد ما وصلنا للصورة اللي إحنا فيها دي. الحمد لله مفيش حد بخل في مجهود، كله اشتغل. الناس الحمد لله كانت راضية ومرضية، ودي أهم حاجة عندنا كلنا في مؤسسة حياة كريمة، إن كله يبقى مبسوط وكله يبقى فرحان بالنتيجة بتاعته، وإحنا تحت أمرهم اللي هم عايزينه يبقى علينا. يعني فرحة كبيرة، إحنا بنبارك لأهلنا في جهنة ليهم ونهنيهم إنهم استلموا المفروشات وكامل التجهيزات. ما حدث في قرية الشريفية مركز جهنة بمحافظة سوهاج ليس بالاستثناء، بل هو القاعدة التي تتكرر يوميا في كل ربوع مصر، بنظرة أب حنون لا يفرق بين أبنائه بل يرعاهم جميعا في كل شبر من أرض المحروسة.